الأكاديمي كان أحلى تجربة عشتها بحياتي. بكينا، ضحكنا، رقصنا، رجعنا أولاد بمحل من المحلات، اضطرينا أنه نحمل مسؤولية أوقات، وتعرفت عن جد على أحلى شخصيات ممكن حيالة إنسان يتمنى أنه يلتقي فيها بحياته. أنا توقعت أنه إذا حنان خلصها الجمهور رح يعطوا فرصة لدينا ورح ناخد 4 أصوات ب5 أصوات. مزبوط صار هذا الشيء، وقلت إذا خلص دينا الجمهور أنا اللي رح أرجع وحنان اللي رح تفل، لأنه حاسبة الأصوات مزبوط مين بحبني ومين لا، مين رح يصوت لي ومين لا. ما حسيت أبدا ولا حدا منهم خزلني، ومرسي لأنه صوتوا لي، الأربعة اللي صوتوا لي واللي ما صوتوا لألي صوتوا لدينا كمان مرسي لألهم بدألهم، لأنه كتير 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 انبسطت أنه دينا رجعت على الأكاديمي لأنها بتستحق. أنا مرضى أنه ميناي عن جد هي بتستحق، من قلبي من قلبي انبسطت. أنا راضية عن حالي صراحة، لأنه كل إنسان رح يكون فيه شيء بوزيتيف فيه شيء نيجاتيف، ولا مرة رح يكون كامل الإنسان. مرسي لكل اللي حبوني، وبتمنى أنه الناس اللي ما بيحبوني يصيروا يحبوني، لأنه أكيد رح صلح كتير أشياء فيها بعدها موجودة غلط، ورح أشتغل على حالي كتير. أكتر صف رح أشتاق له هو صف مدام باتي، لأنه أكتر صف كنا نطلع من حالنا، كنا نكسر هذا الحاجز اللي جواتنا، نفرجي كل الشخصيات، يعني قادرين نلعب كل الكاركترات. وكنت عن جد عم باخد كتير كتير معلومات عنه، أنا كيف معقول أعيش مع الغنية، أعيش مع كلمات الغنية. عن جد واو. أكتر مرة ضايقت فيها هي لما نسيت الكلمات تاني برايم وما غنيت منيح، كنت قادرة غنيها. حتى لما طلعت من لما طلعت من الستيج أنا حافظة الكلمات، يعني حافظة الغنية، وعم غنيها كتير حلو بالريهرسل، وواو كلهم عم بيقولوا لي برافو هيك، وبالبرايم ما أدري شو صار لي. كتير اتضايقت، كنت أكتر مرة ببكي فيها وبندم، يعني أقول يا ريت رجعت قبل. وفي إيفال واحد اللي هو تبع القضية، إنه كل واحد بده يحمل شيء قضية معينة وهيك، الغنية اللي غنيتها بالإيفال كان في غنية أحسن، بالإيفال غيرت لحنها ما بعرف شو صار لي. أجمل ذكرى هي لما أجت لماما شفتنا بالأكاديمية، كانت أحلى سيربريز لإلي. حسيت إنه معقول أنا عم شوفها، يعني صرت هيك دسة إنه معقول أنا عم شوف أمي قدامي. عن جد حسيت أنا قديش بحبهم لأهلي، يعني عرفت قيمتهم. أبشع كور كان بالأكاديمية هو صف هادي شرارة، حسيت قديش هو خلص ما بحبه، بكرهه من كل قلبي. أنا اللي ما بعرف أكره ولا بحياتي كرهت حدا، هالمرة صرت أعرف. بدي أقول له لعلي أنه عن جد هو أكتر شخصية وقفت حدي، ومرسي كتير وما رح أنساله هذا الجميل. وأكيد رح نضل على تواصل، وأنا كل برايم رح أجي أحضرهم واحد، واكتشفت أنه أكتر شخص بالأكاديمي حبني مزبوط هو علي. بكرة بدي أقعد أحضر كل الفيديو، كل شيء خاصه بستار أكاديمي أنا عشت بدي أقعد أحضره. أوقات ما كنت عم بتحمل الطريقة اللي بيمزح فيها معي رافائيل، كنت أخذها شوي أوقات جدية، أنه بليز ما تحكي هيك على الهواء رافائيل، عالم بيصدقه ما تمزح حيال لشي. كنت أتضايق كتير منه، فكذا مرة صرخت عليه، بدي أقوله أنا بعتذر، بدي أقوله أنا بحبه مثل خيي كتير، وما يزعل مني. راح منك يا عين حيروح من قلبي فين، إن راح منك يا عين حيروح من قلبي فين، ده القلب يحب مرة ما يحبش مرتين، ما يحبش مرتين. أنا ما زعلانة لأنه ظهرت، بالعكس مبسوطة، رح شجع كل أصحابي، ومشواري ما خلص هون، أكيد مكفى، وطموحي أبداً ما رح أنسيه، دايماً في هدف قدامي بدأ أوصل له، وبتمنى أنه الكل يعجبه اللي رح أعمله بعده.